السلام عليكم شباب. النهاردة هنكمل كلامنا عن الـ Introduction to الـ Petroleum Engineering. احنا كنا اتكلمنا عن التخصصات اللي الـ Petroleum Engineers mainly بيشتغلوا فيها، وقلنا ان الاساسي بيكون ثلاث حاجات، وهو الـ Drilling Engineer والـ Production Engineer والـ Reservoir Engineer، ولكن بنشتغل طبعا حاجات تانية كـ Process Engineers وهكذا. لكن طبعا عارفين انه within الـ Petroleum Industry. النهاردة احنا اتكلمنا قبل كده عن الـ Drilling Engineer، وعرفنا ان ده الشخص اللي معني اللي بيبقى مثلا لو احنا بنتكلم في الشركة اللي هي المالكة للأرض اللي احنا بندور فيها على هيدروكربون، ده الشخص اللي بيبقى مسؤول عن البريمة اللي احنا مأجرينها بالكرو بتاعها علشان يحفر البير سيفلي وللتارجت وفي كأوبتيمم تايم وكوست وكل الكلام ده. النهارده بنتكلم عن فرع تاني من البترول انجينيرنج، وهو البرودكشن انجينيرنج، برودكشن بترول انجينيرنج. والبرودكشن انجينير مينلي بيتعامل مع ايه؟ احنا بنتكلم ان احنا كبرودكشن عايزين نطلع الهيدروكربون للسيرفيس عن طريق بقى التيوبنج والحاجات اللي هنتكلم عنها النهارده، اللي هو وذين الويل اللي احنا حفرناه، وبنجهز الهيدروكربون ده علشان يروح للبروسيسنج وبعد كده للايه الريفاينري. يعني احنا ايه هو البروسيسنج؟ زي ما احنا كنا شفنا في اخر حاجه ان احنا بعد ما الهيدروكربون بنوصله للسيرفيس بيبدا ليه رحله كده ويروح لسيبريتورز بقى تفصل الميه عن الزيت عن الكلام ده كله. فهي دي وظيفة او المين فانكشن بتاعة الايه البرودكشن انجينير، ان هو سيفلي يبروديوس الهيدروكربون بالاوبتيمم ميثودز. وطبعا بقى هنستخدم بمبات عشان نطلع، هنعرف الكلام ده ثرو اوت الايه الشرح النهارده. طيب احنا بنقول ايه؟ بنقول ان لما بنطلع لما بنبدا الانتاج اللي بيحصل ايه؟ ان احنا في الغالب لو احنا بنقول ان ده بير معين، ان ده الويل هيد مثلا، ان احنا لما بنيجي ننتج بيطلع علينا من تحت ايه؟ ميه وزيت وغاز. في الغالب الحاجات دي لازم ان احنا نفصل الميه عن الزيت عن الغاز، صح؟ طيب وظيفه البرودكشن انجينير ان هو يطلع الحاجات دي كلها من الواي بور، وبعد كده تمشي في الفلو لاين، وبعد كده تروح بقى للسيبريتورز تبقى تفصلها والكلام ده كله، ونبدا نقيس طالع لنا ميه قد ايه، وطالع لنا زيت قد ايه، وطالع لنا غاز قد ايه، ميه وزيت وغاز، عايزين نعرف الكلام ده. وظيفه البرودكشن انجينير زي ما قلنا ان هو يطلع الاويل والجاز للسطح من السب سيرفيس للسيرفيس، وان هو يحافظ على البرودكشن. طبعا كل الكلام ده بيبقى انتجريشن من التيمز من الريزرفوار والبرودكشن، ولكن مين اللي البرودكشن انجينير عايز يمنتين البرودكشن بتاع الويل، ان هو يفضل الانتاج بتاع الابار كل بير يكون الانتاج ماشي صح، وطبعا ان احنا نعمل بيوريفاين وننقي الانتاج ونقيس ونتست الابار بتنتج قد ايه النهارده، ونقيس الانتاج عامل ازاي، وكمان لو في شوائب ممكن تدمر لك تعمل لك كوروجن او وات ايفر، هو بيكون معني بالكلام ده. عندك املاح او سكيل او اسفلتينز تحت في الويل بور، هنفهم الكلام ده قدام، هو يبدا يحافظ على الانتاج بصوره مثاليه. طيب ايه اللي بيحصل عشان نبقى فاهمين؟ ايه الشكل اللي قدامنا ده؟ دي البريمه اللي كنا قلنا ان هي بنأجرها بالكرو بتاعها باليوم، وبيبقى الدريلنج انجينير موجود على السايت، وكل وظيفته مهمته ان هو يحفر الويل سيفلي، وبيقابل طبعا مشاكل كتير وحاجات دي هو بيتغلب عليها لحد ما يسلمنا البير بتاعنا عليه الكريسماس تري. البرودكشن انجينير بيكون موجود مع الدريلنج انجينير في الاخر كده، اول ما الدريلنج انجينير زي ما احنا قلنا بيوصل للطبقه اللي فيها الزيت والغاز، يروح بقى البرودكشن انجينير بيتكلموا كلنا سوا ونشوف هنعمل ايه. فبنقول ان بعد ما بنحفر البير والاوبريتنج كومباني بتبقى خلاص حددنا ان احنا وبنكون خلاص حددنا الطبقات اللي بيكون فيها الهيدروكربون بتاعنا،
بنعمل بقى التستات بتاعتنا وبنشوف اللوجز، وزي ما شفنا قبل كده بناخد بقى قرار حاجه من اتنين، يا اما نعمل حاجه اسمها بلاج اند اباندون للويل اللي احنا حفرناه ده، يا اما ان احنا البرودكشن انجينير يخش بقى يشتغل ويحط الكيسنج والكومبليشن بتاعه، يكومبليت الويل. بعد ما بنحط برودكشن كيسنج بقى بنعمل الايه الويل كومبليشن. طب يعني ايه وعلى اساس ايه بنقرر كلنا قرار زي ده، او ناخد قرار ان احنا نسيب البير بعد ما حفرناه ب 2 3 مليون دولار مثلا، لو على البير ما ديفلوبمنت او بير عادي يعني في منطقه، ان احنا ليه نسيب بير بعد ما دفعنا فيه فلوس قد كده؟ تخيل كمان ممكن تاخد قرار البلاج اند اباندون ده، يعني تقفل البير وتسيبه خلاص وانت برضو في اوف شور، يعني دفع لك مبلغ محترم جدا بال 200 مليون والكلام ده دولار. طبعا ليه بناخد قرارات زي دي؟ لما بيكون مثلا البير اللي انت حفرته ده بنسميه دراي. يعني ايه بقى دراي؟ دراي ويل ده يعني من الاخر البير حتى لو فيه زيت فهو كميته قليله جدا ان هو يغطي تكلفته. يعني كفايه قوي ان احنا حفرناه ودفعنا الملايين دي عشان كده كده الكميه اللي تحت دي مش هيبقى كافيه ان احنا ايه يبقى الموضوع كوميرشال او فيه فلوس من الاخر، وممكن اصلا ما تلاقيش حاجه تحت فبيبقى اسمه ايه دراي. فبنعمل ايه بلاج اند اباندون، بنحط سيمنت بلاجز كده على طول الهول اللي احنا شفناها في الويل بور. احنا انا عندي هنا اكسل شيت فيه، يعني دي الهول اللي احنا كنا حفرينها. بنبدا بقى نقعد نعمل سيمنت بلاجز ونقفل ايه بلاجات كده، بنقفل بيها البير ونسيبه، ممكن نستخدمه قدام، ممكن وات ايفر ايه اللي يحصل، بس ممكن ان احنا نعزله تماما، نعمله اباندنت بيرمننتلي. طيب لو الموضوع لا الموضوع ان لا في انتاج، واحنا اصلا دي منطقه ديفلوبمنت وعارفين الويل ده، بنبدا بموضوع الايه الويل كومبليشن. بعد ما بنحط البرودكشن كيسنج بنعمل الويل كومبليشن. هنتكلم يعني ايه الحاجات دي النهارده والبرودكشن انجينير بيخش يعمل ايه. اللي قدامنا دي هي ورك اوفر ريج، مهندسين الحفر برضو بيشتغلوا على كورك اوفر ريجز. الورك اوفر دي اللي هي بتاعه الاصلاح، اللي هي بريمه اصلاح الابار، طبعا تكلفتها اقل كتير جدا من تكلفه بريمه الحفر الكبيره اللي بتبقى ضخمه دي. زي ما احنا شايفين الورك اوفر بتكون اقل شويه، التكلفه بتاعتها اقل. ممكن ان احنا بعد ما بنحفر البير ووصلنا للريزرفوار اللي احنا عايزينه الدنيا تمام معانا، ممكن ان احنا ننزل الويل كومبليشن والتيوبنج على الورك اوفر ريج، بدل ما نتحمل لو قعدنا لنا كام يوم، بدل ما نقعد على البريمه الكبيره دي بايجارها الكبير، نقعد على اللي هي الورك اوفر ريج دي ونبدا ان احنا ننزل الكومبليشن بتاعنا او وات ايفر. طيب ايه هو الويل كومبليشن وغرضه ايه؟ هو الكومبليشن ده البرودكشن كيوب وكل الاكسسوارز اللي هتخلينا نقدر ننتج الهيدروكربون والناتشرال جاز يعني من الفورميشن سيفلي وهكذا. طب جوه الويل بور بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه كيسنج، الكيسنج ده بيمسك لنا الهول بتاعتنا ويخليها قويه. طبعا احنا بنكون عملنا ايفالويشن للضغوط ودرجات الحراره في الفورميشن بتاعتنا، وبنكون فاهمين البروبرتيز بتاعتنا دلوقتي في الطبقه عامله ازاي، هل عندنا مثلا H2S هيعمل لنا كوروجن. فبنبدا بقى على الداتا اللي موجوده عندنا دي بنختار البروبر اكويبمنت اللي احنا هننزلها في الويل بتاعنا علشان ننتج الاويل او الناتشرال جاز من البير ده. طيب الفكره كلها ان احنا لما بنقول السلكشن شكل الويل كومبليشن بيكون يعني عامل ازاي، علشان تبقى متخيل ده لو بير ده بير معين الابار بتكون يعني ده شكل كده توضيحي، دي منظر الهول اللي احنا حفرينها. احنا عارفين ان احنا قلنا قبل كده ان احنا بنحفر سيكشن، بعد كده نطلع، بعد كده ننزل كيسنج، الكيسنج ده بنحط حواليه اسمنت، بعد كده ننزل نحفر سيكشن اصغر منه، بعد كده نحط كيسنج، بعد كده نعمل له اسمنت، بعد كده ننزل نحفر ايه سيكشن ثالث وهكذا لحد ما نوصل للتوتال ايه ديبس، وبعد كده بنحط الاسمنت وهكذا. بننزل نيفاليويت الطبقات اللي فيها زيت عايزين نخرمها، بنبدا نعمل البرفوريشن، خرمنا الطبقه، نبدا الايه الانتاج.
الكومبليشن البرودكشن انجينير بيعمل له ديزاين هو الايه الداج التيوبنج اللي قدامنا وشويه بقى اكسسوارز هنا بقى علشان ايه نحافظ على الانتاج باحسن صوره وسيفتي فالفز وكلام ده. فهو اللي احنا بنقوله ان الكومبليشن هو التيوبنج وشويه اكسسوارز كده بتبقى محطوطه في التيوبنج، منها الزيت بيطلع من الطبقه، الطبقه بتخش جوه التيوبنج بيبدا ينتج من التيوبنج لحد ما يوصل لفين للسيرفس. طبعا في عندنا اشكال كتير جدا للكومبليشن، بيبقى في برضو حاجة هنا اسمها الباكر. الباكر ده مهم جدا. ليه؟ احنا بنقول ان دي الكيسنج ودي التيوبنج والكمبليشن بتاعنا، احنا عايزين الطبقات يتنتج، تنتج الزيت يخش لنا منين؟ من هنا، ما يطلع لناش من الانيمس اللي بين التيوبنج والكيسنج. طبعا ممكن نكون بنمشي بسرعة، لكن واحدة واحدة هنفهم الكلام ده throughout الشرح. طيب نتكلم الاول عن الكيسنج زي ما اتكلمنا عنها قبل كده، وهنشرح برضو هنا حتى نعيد عليها. ليه الكيسنج مهمة؟ الكيسنج ليها فوائد كتيرة. احنا بنقوي الويل بتاعنا، يعني احنا النهاردة لو بنتكلم على طبقات بالمنظر الفلاني، خلينا نشرح على الرسمة. احنا بنعمل ايه؟ اول حاجة بنبدأ بيها ان احنا بيكون عندنا حاجة اسمها كوندكتور كيسنج زي ما احنا شايفين اهو، الهول دي ما بتكونش عميقة يعني. بعد كده هنقول ايه هو الكوندكتور كيسنج. بعد كده بيبقى عندنا حاجة اسمها السيرفس كيسنج، بعد كده الانترميديت كيسنج، بعد كده البرودكشن كيسنج. وممكن بدل البرودكشن كيسنج بنعمل حاجة اسمها برودكشن لاينر او لاينر سترينج، اللي هو ايه، هو زي البرودكشن كيسنج بس ما بطلعش بيه لحد السيرفس. تخيل كده، ليه لازم اعمل كده؟ ممكن في الكيس اللي عندي انزل بلاينر واقوم ربطه في الكيسنج اللي قبلها من ناحيتين، يبقى كده الماسوره بتاعتي اللاينر عامله كده واخرها هنا كده تحت، بنسميه برودكشن ايه لاينر. طب احنا بنعمل ايه بالموضوع ده؟ وليه اصلا زي ما قلنا قبل كده ليه بنعمل الموضوع كذا سيكشن؟ طبعا انت علشان في طبقات هنا ما تكسرهاش، او ان انت بتحافظ على الطبقات فبتقعد تعمل كذا سيكشن، وعلشان ان انت تمنع مشاكل كتير جدا في الحفره بتحصل لك، فبتضطر ان انت تحفر البير على كذا سايز. طب انت بتعمل ايه؟ الكوندكتور كيسنج ده في الغالب بماسوره كبيره زي ما احنا شايفين الدايمتر بتاعها كبير ازاي، بندقها في الارض في الغالب، ممكن نحفرها ولكن برضو بندقها نقعد ندق عليها لحد ما نبقى مثلا كذا دقه وهي ما بتتحركش، ما بتنزلش ديبر عن كده. وبعد كده بنبدا نحفر الهول الاولانيه بتاعه السيرفيس كيسنج، وصلنا ان احنا حفرناها بالدبث الديزاين، بنبدا نعمل السيمنت، بننجكت السيمنت في الهول ويخش اراوند الانيلس بتاع الكيسنج وبرده الويلبور. طب الكيسنج بتعمل لنا ايه؟ لو انت مثلا عندك الطبقه دي فيها زيت ولا غاز ايه، وانا بنتج مثلا من الطبقه اللي هو الريزرفوار اهو، لو انت ما فيش كيسنج وسمنت ايه اللي هيحصل؟ ممكن الغاز ده الطريق ده مسدود، فلو في طريق يقوم جاي ماشي كده وداخل في الريزرفوار عندك، ولا يعمل لك اي مشاكل، ولا ينتج معاك، ولا يخش في طبقه ثانيه. عندنا مثلا طبقه ميه هنا، والطبقة اللي تحتها دي طبقة حاجة اسمها شيل. المية دي لو دخلت على الشيل، الشيل ده يحصل له سويلنج، يتنفخ طينة، نزلت على طينة شوية مية هتتنفخ وتبوظ لك الدنيا لو الدنيا. فأنت بتحط كيسنج وبتحط أسمنت إن هو يحمي لك الويل بور ويعمل حاجة اسمها زونال أيزوليشن. ممكن أصلا إن أنا أبقى عايز أنتج من طبقة هنا وطبقة هنا، فبقى انا ما بنتجش الا عن طريق الكيسنج اللي هعمل فيها فتحات اللي هي اسمها البرفوريشنز، وابقى عارف انا بنتج منين بالظبط. فبنقول هنا ensure that no oil or natural gas seeps out of the well hole as it is brought to the surface to keep other fluids or gases from seeping into formation throughout the well. زي ما قلنا، والسيمنت اللي احنا بنحطه ده بين الكيسنج والبور هول علشان يمنع الفلويد موفمنت بتوين الايه الفورميشنز. بس كده قلنا انواعهم. عندنا حاجه اسمها درايف او ستراكشرال كيسنج، الكوندكتور كيسنج اللي قلنا عليها، سيرفيس كيسنج، انترميديت كيسنج، برودكشن كيسنج، والبرودكشن لاينر.
البرفوريشن اللي قلنا عليه، وهو ان انا خلاص عارف ان انا عندي الطبقه دي هي اللي فيها الهيدروكربون، بنزل بحاجه اسمها الجن او البرفوريشن جن. الجن ده فيه الشيب تشارجز او الطلقات بقى اللي جواها البرفوريشنز، البوليتس. البوليتس نقوم عاملين الكتريك تشارج على حاجه اسمها الواير لاين. الواير لاين اللي شايل الجن ده هو بوم، يحصل الانفجار، يتعمل البرفوريشنز كده. انا عملت طريق للفلويدز انها تخش من الريزرفور. كيسنج السمنت اهو، الكيسنج اهو، الكيسنج طبعا احنا فاهمين دي مواسير، هي الكيسنج. خلاص بقى في طريق يبدا الانتاج عن طريق ان احنا هيخش الفلويدز هنا، واحنا هنكون بقى مجهزين الويل كومبليشن اللي هي التيوبنج والحاجات اللي فيها، يخش منها الزيت او الغاز ويطلع لنا على السيرفس. فهنا بيقول هي البرفوريشنز هي الهولز اللي احنا بنعملها في السمنت والكيسنج عشان ننتج من الفورميشن. والموست كومن ميثود اوف برفوريتنج از يوزنج شيبت تشارج اكسبلوسيفز. المتفجرات اللي احنا بنستخدمها بتكون حاجه اسمها شيبت تشارج، هنعرفها في دراستنا قدام. بننزل احنا طبعا بنكون عاملين حاجه اسمها لوجينج، عارفين ان احنا عند الطبقه الفلانيه بنعمل عندها الايه التفجير، وبنعمل البرفوريشنز وبنبدا الانتاج من الطبقه دي. ايه بقى الويل كومبليشن؟ احنا ما بننتجش من الكيسنج زي ما احنا شايفين الكيسنج، عشان برضو الماتيريال ونحافظ على الكيسنج لعمر اطول، وقدام هنعرف اسباب كتير. لكن احنا بننتج عن طريق التيوبنج. الكومبليشن ده هو التيوبنج، بنحط فيه اكسسوارز كتيره جدا، وان احنا بنحط حاجه مهمه جدا وهو الباكر. الباكر ده عشان ليه اسباب كتير، وبرضو بيمنع الانتاج عن طريق الانيلس اللي بين التيوبنج والكيسنج، لكن الانتاج بيخش من البرفوريشن، يبدا يخش عن طريق التيوبنج وحاد السيرفيس بتاعنا ننتج الايه. وبنبقى عاملين كنترول على الويل بور بتاعنا، ما بيبقاش عندنا مشاكل في الكيسنج. في طبقات تانية ممكن يحصل عندك ان انت الكيسنج او الويل انتجريت تبوظ، طب انت هتعالج ده كله ازاي؟ فالباك اب ده بيكون حاجه مهمه، انا كده كده اصلا عارف الطبقه اللي بنتج منها والزيت بيخش او الغاز ويطلع من التيوبنج. It expands and seals off the space between the tubing and the casing, the backer, we forcing the produced fluids to enter the tubing to the surface. زي ما قلنا وظيفة الباكر. طيب لما الكلام ده بيحصل طبعا خلاص احنا حفرنا البير، زي ما احنا هنرجع تاني بالسيكونس. حفرنا البير، وصلنا للطبقة، عملنا برفوريشن، نزلنا الكمبليشن بتاعنا والتيوبينج برودكشن تيوبينج، وسيتنا البكر، يعني خلاص خلينا البكر يمسك في الكيسينج. نبدأ بقى الانتاج، ونحط فوق الويل هيد او والكريسماس تري. بنحط على الويل هيد حاجة اسمها الكريسماس تري. الكريسماس تري ده بقى هو الفالفات والحاجات كلها اللي بنتحكم فيها بالايه، بالانتاج هيروح منين. طب ان احنا مثلا بنشوف البريشر على الويل هيد عامل ازاي، فهي دي الايه الكريسماس تري. يبقى بعد ما عملنا السمنت وعملنا برفوريشن وحطينا تيوبنج بنحط بقى حاجه اللي هي الايه الكريسماس تري اللي فيها الايه الفولفات والتحكم وطريق. طبعا الكريسماس تري لو كانت في صور افضل من كده بكتير، ولكن احنا مش معنيين بالتفاصيل، ولكن مهم قوي نعرف ان ده اللي احنا بنشوفه على السيرفس. بنشوف الكريسماس تري اللي قدامنا ده، تحتيها بيكون بقى الايه الويل هيد، ده كله اسمه الويل هيد. بنشوف الايه السبولز والحاجات اللي بتكون زي ما بيقولوا عليه راس الايه البير. طيب فهي الكولكشن بتاع التيوبس والفالفز، الكنترول الفلو بتاع الهيدروكربون، ومنها برضو بنشوف في جيجات بنقيس بيها الضغوط عامله ازاي، وتمبريتشر جيجز وبريشر جيجز. وأول ما بنحط الكريسماس تري خلاص بقينا نقدر نقول على الايه على الويل ان هو كومبليت، يعني خلاص ده كومبليتد ويل، ونقدر منه ان احنا ننتج ونحطه على الفلو لاين والانتاج. طيب حاجه كده هتبقى مهمه بالنسبه لنا، هي جايه من الريزرفور انجينيرنج، ولكن بيبقى معني بيها برضو البرودكشن انجينير، ان احنا عندنا حاجه اسمها الدرايف ميكانيزمز. اي انتاج، ودي حاجه مهمه جدا كلنا نعرفها، ان احنا عندنا حاجه اسمها برايمري ريكفري، حاجه اسمها سكندري ريكفري، وحاجه اسمها تيرشري ريكفري.
احنا معنيين دلوقتي نقول ايه هو البرايمري ريكفري، ان انت الانتاج بيجي لك من الطاقه اللي موجوده في الريزرفوار، في طاقه موجوده في الريزرفوار هي دي اللي بتطلع لك الزيت او الغاز، ده بنسميه البرايمري ريكفري. فبنقول ان الهيدروكربونز بعد ما خلاص خلصنا الويل كومبليشن بتطلع لنا للسيرفيس من الريزرفوار، ففي اول عمر الخزان ده بنسميه البرايمري ريكفري. في الستيج دي بيبقى زي ما بنقول هو ناتشرال انرجي، ناتشرال انرجي هي اللي بتطلع لي الهيدروكربونز على الايه، على السيرفيس من الايه، من الفورميشن. فاللي احنا بنقوله ايه، ان هي ليها انواع، ليها في حاجه اسمها الووتر درايف، السوليوشن جاس درايف اللي هو الديسولفد جاس درايف ده اسمه سوليوشن جاس درايف، او الديبليشن درايف، الجاس كاب درايف، الجرافيتي درينج، كومباينيشن، وات ايفر التفاصيل. الموضوع كبير ولكن مهم قوي نفهم يعني ايه برايمري ريكفري. برايمري ريكفري يعني انت نزلت يا دوبك في الريسرفوار، الريسرفوار ده فيه ضغط عالي. طب الضغط العالي ده جاي منين؟ هل جاي من الزيت نفسه والزيت بيكسباند فبيطلع، ولا جاي من ان في طبقه ميه كبيره جدا جدا تحت الزيت عماله تزقها، فمهما انت سحبت من الزيت الميه هتقعد تدي ايه انرجي فالزيت يقعد يطلع، فده بنسميه ووتر درايف، وده من اقوى انواع الانرجي في الريزرفوارز. وبعديه بيليه الجاس كاب درايف، ان انت في طبقه غاز كبيره جدا او كبيره موجوده فوق الزيت بتبدا ان هي لما انت تسحب فبتقلل الضغط بتاع الاويل فبيحصل اكسبانشن بتزق الزيت فالزيت بيطلع، او مفيش جاس كاب وفي حاجه اسمها سوليوشن درايف، ان البابلز اللي موجوده في الاويل دي عماله اكسباند لما الضغط بيقل وبتساعد الزيت ان هو يطلع. وامثله تانية كتير، السجريجيشن اللي بنتكلم عنه او جرافيتي درينج هو ليه علاقه بالفرق الدنستي، ان الزيت هيكون تحت والجاز فوق، فبرضه ده بيساعد على الانتاج في الفترة دي. الله أكبر الله. فبنقول إن في الفترة دي من عمر الريسرفوار بتاعنا بنستخدم حاجة اسمها، لو الانرجي بتاعت الريسرفوار قلت شوية فبقى الزيت مش قادر إن هو يطلع لحد فوق، فبنستخدم ساعتها حاجة اسمها الارتفيشال ليفت. الارتفيشال ليفت ده هو بقى ايه، كل الميثودز والبمبات بقى ولا جاز ليفت ولا واتيفر هنعمل ايه، بحيث ان احنا ما بنلعبش خالص في الانرجي بتاعت الريزرفوار، ولكن من البير ذات نفسه بنبدا ان احنا نغير في شويه حاجات بحيث ان احنا نحافظ ان البير يفضل لسه بينتج. يعني الطاقه بتاعت الريزرفوار قلت بس احنا هنخلي البير ينتج. ببساطه مثلا لو احنا جبنا مضخه ولا واتيفر حطيناها هنا بحيث ان احنا نقلل الضغط هنا وبالتالي نقدر ننتج بعد كده المضخه بقى تبقى تطلع لي الانتاج لفوق، دي طريقه. فاحنا بنتكلم بقى في الايه، في الارتفيشال ايه ليفت. هو ده الارتفيشال ليفت، ده بيبقى ستيل احنا لسه في البرايمري ريكفري، ما عملناش اي تدخل مننا ان احنا نزود الانرجي بتاعت الريزرفوار، ولكن وذين الويل، وهي وظيفه البرودكشن انجينير زي ما بنتكلم، جوه البير ذات نفسه بنبدا ان احنا بنعمل ديزاين لبمبات او وات ايفر علشان ايه نلفت الهيدروكربون ده. فالارتفيشال ليفت يوزز اويل ويل بامبس اند هاي بريشر جاز تو ليفت ذا اويل فروم ذا ريسرفوار. اذا كنا هننزل مضخه ترفع لنا الزيت من تحت، او ان احنا هنحقن من فوق كده جوه البير، نعمل حاجه اسمها جاز ليفت، ان احنا نحقن غاز كده عند الليفل ده كده جوه البير ذات نفسه بحيث ان الزيت يبقى اخف، فالطاقه اللي جوه الريزرفوار دي تبقى قادره ان هي ترفع ايه زيت اخف من الزيت اللي موجود عندنا. ده من اشهر الحاجات اللي موجوده عندنا واللي الناس كلها بتشوفها، وهي السكر رود بامب او البيم بامبنج. فاحنا بنتكلم ان الموضوع كله من غير ما نخش في تفاصيل هو ساكشن بيحصل جوه الويل بور، ان احنا عندنا بيكون بقى في بلانجر وكلام كده جوه، بس اللي بنقول ان السكر رود دي بتطلع، لو هي بتطلع بترفع معاها شويه زيت وبيبقى في فالف هنا بيتفتح علشان ناخد نسحب زيت، وبعد كده وهي نازله الزيت ده يبدا ان هو يطلع
في فولف كده تاني والسكر رود نازله، بتقوم نازله من غير ما طبعا كل التفاصيل اللي انا هشرحها دي مش هتتفهم، بس اللي عايزين يقولوا ان السكر رود دي وهي طالعه لفوق بتقوم رافعه الزيت وتنزل تاخد تاني، وهي نازله تقوم واخده كميه زيت تاني، بعد كده تطلع تقوم رافعاه وهكذا، تبقى عامله زي ما احنا بنشوف كده الشاكوش عماله تطلع وتنزل كانها بتعمل سكشن للهيدروكربون الزيت اللي موجود تحت. اتمنى يكون الشرح مبسط يعني بحيث ان احنا نبقى فاهمين الغرض. يعني هو الارتفيشال ليفت ان احنا عايزين خلاص الانرجي بتاعه الريزرفوار قلت، فبنعمل شويه طرق بحيث ان احنا كبرودكشن انجينيرز نقدر نرفع الزيت ده لفوق وننتجه. يعني طب ايه بقى الويل ستيميليشن؟ انت لما بيكون عندك زيت او غاز تحت او whatever، فبيحصل ايه مع الوقت او لو اصلا في permeability قليلة في الفورميشن. طب يعني ايه اصلا permeability؟ الصخر ده في الاول وفي الاخر زي ما احنا عارفين هو صخر، فيه فتحات صغيرة فيه هي اللي بتسمح ان لو الفتحات دي متصلة وكده، فبيبقى فيه بنسمي ده بقى permeability وقدرة الطبقة على ان هي تخلي fluids تتحرك جواها، فهي دي permeability. افرض البرمابيليتي دي قليله يعني الزيت مش قادر اصلا يتحرك في الطبقه، فبنبدا نعمل حاجه اسمها ويل ستيميوليشن. ويل ستيميوليشن تحفيز، بنحفز الايه؟ بنحفز الاريا اراوند الويل بور، يعني حوالين البير الواحد بنقوم نبدا نعمل شويه تحفيز كده للريسرفوار حوالين في الويل بور اريا اراوند الايه؟ الويل بور يعني في الريسرفوار. طب نعمل ايه؟ مثلا لو انت عندك كربونيتس ولا واتيفر بنتونايت او لا اسمه دولومايت، لو عندك دولومايت او لايمستون نوع الصخور اللي موجود تحت، فمثلا بتعمل اسيدايزنج جوب، بتنزل اسيد يقعد ياكل في الطبقه كده ياكل فيها بحيث يعمل فتحات اكتر ويعمل لنا يعني عمق ان احنا نبقى جوه الريزرفوار، وبالتالي الاويل ولا الانتاج بتاعنا يبدا ان هو يزيد، يلاقي طريق ان هو يمشي منه ويبدا الانتاج بتاعنا يزيد. او ان احنا بنعمل حاجة تانية، لو احنا عندنا الريسيرفوار بتاعنا ساند ممكن بنعمل حاجة اسمها الفراكشر، وده اللي كنا اتكلمنا عنه ساعة الحفر بتاع البير. بعد ما بتعمل الحفر بتعمل اللي هو الهيدروليك فراكشن، وده بكده نكون عملنا يعني زي ملخص لوظائف البرودكشن انجينير. خلينا نقولها سريعا، البرودكشن انجينير معني بان الانتاج يطلع لينا على السطح سيفلي واوبتمايز الريتس والكلام ده كله، وثرو اوت اللي بيعمله البرودكشن انجينير ان بعد ما البير بيتحفر بيحدد الويل كومبليشن. الويل كومبليشن دي تفاصيله كتير، بص الكومبوننتس اللي بيحط مش عارف نوع بقى بيحط اللي هي الجايدز وبيحط النبلز وبيحط الباكر بيحط السب سيرفيس سيفتي فالف، تفاصيل طبعا كتيره جدا وذين الويل بور علشان ينتج ننتج الابار. بيبقى عندنا بعد البرفوريشن بيبدا شغله بقى ويحط البرودكشن، بعد كده الراجل بيجي لما الانرجي بتاعت الريسيرفوار بتقل بيبدا ان هو يفكر في طرق للارتفيشال ليفت، اذا كانت بقى بيستخدم سكر رود او بيستخدم حاجه اسمها الاي اس بي الالكتريكال سبمرسبل بامب، ودي اكتر حاجه بيتم استخدامها. بامب كده بتنزل هنا فيها بامب كده سنتريفيوجال بامب بتقعد تلف كده تطلع بتزود الانتاج قوي، او جاز ليفت او وات ايفر، وكمان بيعمل ويل ستيميليشن وحاجات تانية كتير. ده كان ملخص كده البرودكشن انجينير بيعمل ايه. نتمنى ان يكون الانترودكشن مفيده ليكم، وفي اي اسئله ابعتوا لي. شكرا جزيلا.